حننت إلى رؤياك ميت الرحيل ميت الرحيل فنبع الصبر قد نطوى ما كنت أحسب قبل هنا أغير كجدة وقور حنونة عطوف وشاحها الإباء وحسنها تقى وعزمها مضاء تجاعيد وجهها تحكي حكاية السنين حكاية عمر قاوم المعتدين وأبى إلا أن يكون شوكة في خاصرة الظلم اللعين حي أغير القديم ترابه ينبت الزهر عطرا ويضخ دم العزة فخرا يرضع أبناءه لبن الكرامة ويغذيهم على الإيمان والاستقامة لطالما كان لوقع اسمه في قلبي رنين خاص حبيب ولحن عذب ولكن حزين جدران أبنيته لا تزال تحمل بين طياتها آثار الغدر العنيف وبنوه لا تزال ذاكرتهم حمالة بأخبار لابد لها ذات يوم أن تنجب الحق المبين والاسم الحي مذهبان في تفسيره يقول أولهما أنه محرف من آقيل التركية والتي تعني الدرب الأبيض لأنه كان قبل عمرانه طريقا أبيض من الحوار ويقول ثانيهما أنه محرف من آغا يولي أي طريق الأمير يقع الحي قرب الألمجي ويبتدئ من خان الفحم وأمامه خان البيرقدار الذي تباع فيه الخضار وينتهي بخان الحاج حسن خزنة الذي تباع فيه الحبوب ودرة الحي جامع أسامة بن زيد الذي له في قلوب أهل حلب مكانة خاصة وقد كان ذات زمن منارة علم وبوابة أمل وللحي قسمان أغير الفوقاني وأغير التحتاني وفيه من العهد العثماني أربعة مقاه وثلاثة أفران وخمسة خانات لكنها جميعها زالت حين شق في الخمسينيات من القرن الماضي شارع عريض تغيرت على أثره ملامح الحي
ولم يبقى من معالمه القديمة غير تكية الجمال، المنسوبة لبيت الجمال، وتكية بابا بيرام القديمة المشروطة لأصحاب الطريقة القلندرية، والتي كانت مقصد السياح إلى أن هدمت عام 82,900 ميلادي. وفيه أيضاً مشهد الصوفية وجامع الآجا بيك الذي أنشأه المذكور عام 66,900 هجري، وأنشأ تحته قسطلاً، كما أن فيه مسجد التينة والقسطل الأسود ومسجد بكتوت الذي يعرف بمسجد بلنغو. وكما يستمد الناس عراقتهم من المكان، تستمد الأماكن أيضاً عراقتها من سكانها. وحي أغير العريق يباهي بعائلاته الحلبية العريقة كآل زيتوني أصحاب أول مكتبة فيه، مكتبة الزيتوني وأختها المكتبة الأموية، اللذين تكاثرت بعدهما المكتبات لتمتد على طول الشارع العريض الممثل للشريان الرئيسي للحي، ليغدو الحي منارة العلم ومقصد طلابه من المثقفين والدارسين، لينهلوا من كتبه المختصة بالتراث والثقافة والدين، ليصطبغ الحي كله بوقار العلم وجلال الدين، وليباهي الحي أيضاً بعراقة كل عوائله الكريمة من أمثال آل صباهي وآل قضيب البان وآل مزيك وآل درويش. وليباهي الحي أيضاً بجامعه العتيق، جامع البختي، أحد المساجد الجامعة الثلاثة التي كانت خارج الأسوار في العصر الأيوبي، ذلك الجامع الذي يربض في مكان يناديه العدم مثلما تناديه الحياة، وفي زمان كأنه لا ينتمي للحاضر إلا انتماء آليا، هو مرتبط بأعماق تاريخية ليست على سوية واحدة تبدأ من اللحظة التي كانت فيها منطقته تسمى بالرمادة إلى هذه اللحظة التي ما زالت تحمل روائح كل الأشياء السابقة باقتدار وشغف، رائحة الفحم وضريح الشيخة تاج بخت أميرة الحظ كما يعني اسمها بالتركية، والتي يحمل الجامع اسمها وقد أنشأه عيسى بن موسى الكردي عام 45,600 هجري، وجدده السلطان عبد الحميد الثاني، وعلى بابه أربعة أبيات نظمها علامة حلب بشير غزي، كما يلاصق الجامع مكانا تحتشد فيه الأرواح باطمئنان عجيب. رفات من فيه
يعود لما قبل التاريخ. لذلك غدت عظاما كلسية وأطلق على تربتها جبل العظام، كما أن فيه رفات من تمردوا يوما وضجت في دمائهم روح الإباء، فخرجوا من جامع ميسلون وطافوا حارات حي أغير الأبي، مستنكرين الإكراه والكراهية الذي فرض عليهم بدستور عام 73,900 ميلادي، مرددين تواشيح التمرد لتروي دماؤهم الزكية تراب الحي، فتورد شموخا يضج في عروق أبنائهم يرفضون فيه الذل ويأبون الهوان. وتمتطي أغير مع ميسلون صهوة الثورة من جديد لتتحدى الظلم، وليختلط حسيس الآهات الحارة بأوار الحدث وحرارة الدم، وتعود الدماء لتسقي من جديد أروقة الحي في مجزرة العيد 12,200 ميلادي أمام مخبز أغير، وتتناثر الأشلاء كما تناثرت من قبل تحت سنابك الطغيان، وترتقي الأرواح راجية من الفجر. أن اصدح في محراب حينا بآية الأمان، فصبر جميل والله المستعان. أن الرحيل